بعد مباراة ماراثونية امتدت للركلات الترجيحية، نجح الاتحاد في بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب أن أقصى حامل اللقب الفيحاء بعد أن تغلب عليه في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمع الرياضية. شوط أول كشف فيه الفريقان عن نيتهما في التسجيل مبكرا، ومنذ الدقيقة الخامسة بتهديد أول عبر سلطان مندش الذي توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة انتهت في الشباك الجانبية. رد الاتحاديين على تهديد مرماهم كان بإصابة شباك ستوكوفيتش مع نهاية الربع الساعة الأولى عن طريق هارون كامارا الذي أنهى تمريرة كورنادو المميزة لهدف اتحادي. ست دقائق وانواكايمي يتمكن من هز شباك جروهي بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الفيحاء، لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. وقبل اكتمال النصف ساعة الأولى الاتحاد يخسر أحد أهم أوراقه بعد خروج رومارينهو مصابا ليحل بديلا له عبد الرحمن العبود. شن لاعبو الفيحاء عدد من الهجمات على مرمى جروهي بحثا عن تعديل الكفة قبل نهاية الشوط الأول. مساعي الفيحاويين تنجح في الوقت المضاف رغم استرسال الدفاع الاتحادي أمام نوايكايمي في المرة الأولى ورايلر في الثانية، لكن الثالثة عانقت الشباك هدف تعادل للفريق. رجع الفيحة في المباراة وريكاردو ليون يسجل التعادل في الدقيقة 50. سجل التعادل في الدقيقة 50 ريكاردو ليون في كرة أخطأ فيها دفاع الاتحاد، ولكن ريكاردو ليون رايلر يعيد الفيحة مرة أخرى للمباراة 1-1. شوف الكرة اللي اتلعبت والعرضيات، وادي هنا اللمسة. ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. في الشوط الثاني ومنذ البداية تبادل الفريقان الهجمات على المرميين سعيا للظفر بهدف التقدم. هارون كامارا يحاول ترجمة عرضية العبود لكنه لم ينجح. في المقابل ترايكوفسكي يسدد كرة قوية تجد جروهي الذي تصدى على دفعتين. الاتحاديون كانوا الأكثر حضوراً في الشق الهجومي بقيادة عبد الرحمن العبود الذي هيأ الكرة لكامارا وسامي الخيبري يتدخل في الوقت المناسب. في الجهة المقابلة نواكايمي يبحث عن الشباك عبر التسديد، لكن جروهي يبعد الخطر عن مرماه ببراعة. عبد الرحمن العبود ينطلق ويراوغ قبل أن يضع مد الله أمام المرمى، لكن الأخير يتأخر في اتخاذ القرار. سنحت لسلطان مندش فرصة زيارة شباك الاتحاد بعد أن خطف كرة من أمام أحمد حجازي، لكن الكرة تجانب القائم. في الربع ساعة الأخيرة هدأ رتم اللقاء قليلا وشاب الحذر على مستوى الفريقين. كورنادو يرسل كرة بينية لعبد الرحمن العبود، لكن تسديدته تمر بمحاذاة القائم الفيحاوي. ومع نهاية الوقت الأصلي كاد هنريكي أن يخطف ثاني الأهداف الاتحادية بعد أن اعترض تسديدة أحمد بامسعود، لكنها انتهت في قبضة ستوكوفيتش. ينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية. لم يطرأ أي تغيير على مستوى النتيجة خلال مجريات الشوطين الإضافيين، وغابت الخطورة عن المرميين ليتجه الفريقان للركلات الترجيحية التي ابتسمت للاتحاد بنتيجة 4-3 للفيحاء وسط تألق للحارس البرازيلي جروهي الذي نجح في التصدي لركلتين من أصل 4. وسيواجه الاتحاد في الدور نصف النهائي من المسابقة الفائز من مواجهة فريقي الهلال والفتح.